أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد الإخوة معه عملة أجنبية، وهذه العملة قيمتها 13 ريال. فقلت له: نعم. هذا السائل يقول: أحد الإخوة معه عملة أجنبية، وهذه العملة قيمتها 13 ريال. فقلت له: أعطيك 10 ريالات وتعطيني هذه العملة التي معك، فهل هذا جائز؟ إن كانت العملة مختلفة فلا بأس بالزيادة والنقص. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. إذا اختلف جنس العملة فلا بأس أن تباع بأكثر وأقل بشرط التقابض في المجلس. ما إذا كانت العملة من جنس واحد فإنه لا يجوز فيها التفاضل، بل لا بد من التساوي والتقابض في المجلس.